ابتدائي عمر. نعم، بس في المرحلة السنية اللي العمرية اللي يوصلها الفنان تصير من بحث في الجمال إلى بحث آخر اسمه فلسفة الجمال، يعني نعم، من كتر هو يزداد الخبرات. حكمة. نعم، نعم هي حكمة، يعني نعم الفلسفة بمنطق الفلسفة هي نعم الحكمة. نعم يعني يدي الأشياء معاني أعمق نعم وبحثه يكون أدق. يعني خلينا نقول بدأ طالب بعدين معيد نعم حتى أصبح بروفيسور. نعم فالفنان في نهاياته هو فيلسوف. لو تابعنا سير الفنانين العظام واللي أسسوا الفن أساسا نعم نجدهم في نهايات أعمارهم فلاسفة. أكيد، يعني والفلسفة زي حتى ما الكاتب تفضلتي هي والشاعر، الحكمة. نعم الحكمة حتى الحكمة الشاعر نعم عندما يكتب قصيدته في بداية حياته تختلف تماما عندما تكون تماما في تماما يا أواخر سيدة. يعني عمره، نعم لأنها تكون أكثر تأملا نعم وأكثر فلسفة وحكمة. سنتحدث عن الزخم التشكيلي لدى الفنان وما هي روافده، ولكن بعد هذا الفاصل. تفضل. مشاهدينا فاصل قصير ونعود بعده. ومرة أخرى مشاهدينا مع الفنان الجميل الفنان التشكيلي رياض حمدون. مرة أخرى أستاذ رياض، نتحدث عن الروافد التي تساعد أو يتلقاها الفنان التشكيلي في بلادنا، يعني على سبيل التحديد نتحدث في بلادنا، وإلى أي مدى يستطيع التعليم الأكاديمي أن يدعم هذه الزخم التشكيلي لدى الفنان؟ يا سيدتي سألتيني اليوم الزحمة اللي موجودة في الفن التشكيلي. نعم. ولا هي سبب الروافد. نعم. اللي هي إيش؟ الكليات اللي أوجدت في جامعات المملكة والاعتناءات والكوادر اللي أنتجت تقريبا يعني ألوف. نعم. ألوف من الطلبة والطالبات تخصصوا بالفن بعدة مسميات، لكن أساس دراساتهم كانت الفن. نعم. الفن، الفنون الإسلامية. الآن ما شاء الله في جامعة الملك عبد العزيز الفنون الإسلامية سموها انتيريال ديزاين. نعم. يعني هندسة ديكور. نعم. هذه تصميم داخلي. الفن. نعم. فهذه الأشياء خريجين الدراسات العليا اللي حضروا دكتوراه وماجستير وبتعثوا هذول كلهم بالفن. فلذلك لا تستغربي الزخم اللي وجد. نعم. على الساحة التشكيلية. نعم. وإحنا فرحانين. يعني أنت بتقول لي أنه الكلية اللي مهتمة فقط بالفن الإسلامي. نعم. وقد سميت بالتصميم الداخلي. نعم. الفن التصميم الداخلي. نعم. أو الديكورات الداخلية. يعني أنا في الحقيقة لفت نظري هذه العبارة، جميل أن يكون هناك اهتمام. يعني محدد ويعني استثنائي بالفن الإسلامي لما له من. نعم. عراقة. الفن الإسلامي كان أحد المدارس لعظماء فنانين أوروبا. نعم. أخذوه من الأندلس. نعم. لأنه هو الفن التجريدي. نعم. هو الفن اللي لا يمت للروح ولا يمت للتكوين حقه بإنسانية. نعم. فأنسنوا. نعم. قديش الفن الإسلامي فيه الحرف روحانية. نعم. الزخرفة روحانية. نعم. تصوري يوم أنسن الشيء من خط بدون أي شيء يصير وجدان. نعم. فقمة. أنا باعتقادي بفلسفتي الخاصة. نعم. أنه ذلك قمة بالإبداع.